اهلا بيكم حبايبي في كل مكان ومتابعيني الكرام، يا رب تكونوا في خير وبصحه وسعاده. النهارده ان شاء الله هنعمل عصير خوخ، بس قبل ما نبتدي نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه وازكى السلام. طبعا انتوا عارفين دلوقتي يا جماعه ان دلوقتي موسم الخوخ، فنستغل اي موسم. انا عايزه اقول لكم ان احنا نستغل اي موسم موجود، نستغل اي موسم موجود بالنسبه للخضار للفاكهه، بتبقى الحاجه فيه كتيره وسعرها حلو ومهاون، فنستغل الوقت ده ونعمل نحفظ كان خضار نحفظه، الفاكهه نعمل منها عصاير، نعمل منها اي حاجات جميله ان شاء الله. فطبعا احنا في موسم الخوخ، فالخوخ كتير جدا ورخيص وحلو، فان شاء الله النهارده هعمل لكم راني ان شاء الله. فنعمل ايه، انا جبت بسم الله، جبت حلة كبيرة وحطيت فيها المية، قربت تغلي اهي، وجبت الخوخ، الخوخ بتاعي اهو، همسك من هنا اجزعه اعمله كده عشان يبقى سهل عليا تقشير. بس لازم تجيبي الخوخة الناشفة، ما تجيبيش الخوخة الطرية. طب هتقولي ليه الناشفة؟ هقولك الناشفة لان لما بحطها في المية السخنة وتغلي في المية السخنة هتطرى، فمش هتبقى تشرب مية. لكن الطرية اول ما تحطها في المية السخنة ممكن تشرب مية وتبقى كده ميملة وطعمها مش حلو. ادي اول حاجة نعملها. طبعا احنا هتقولي لي طب هتحطيه في المية السخنة ليه؟ هقولك هحطه في المية السخنة ليه، لانها عشان اول حاجة ان انا اعرف اقشره، تاني حاجة يبقى كده مش ناشف لما تيجي تعصريه وطعمه يبقى كده مجزز. لا هتشوفي ان شاء الله وهتجربي الطريقة وهتعجبي باذن الله. انا بتاعت المية بتاعتي بدأت تغلي اهي، هنزل بسم الله. انا طبعا كله عاملاه بس خليه كام واحدة اوريها لكم نعملها ازاي كده اهي، يا دوبك نحجز عشان اعرف اقشرها وتبقى سهله عليا في التقشير. كمان واحده اهي بسم الله. نعمل النهارده الراني بدل ما الولاد بيجيبوه بالغالي، طب ما انا اعمله، ودي الفرصه ان ده الموسم بتاع الخوخ وسعره جميل جدا دلوقتي في متناول الجميع. هاتيه واعمليه، خزني الخوخ، يبقى لو جالك ضيف على غفله محتاره تعملي له عصير ايه، ما عندكيش عصير في اهو، يبقى موجود عندك في الفريزر في اي وقت تطلعيه، يبقى موجود وسهل عليكي انت ولادك تشربي، ضيفك يشرب، وما تبقيش هتبذلي مجهود. كله كده انا عملته اهو، وهنزل في الميه السخنه بسم الله. هتخليه في الميه السخنه 5 دقائق بعد غليان الميه، يعني هحسب له 5 دقائق بس بعد ما الميه تغلي. اول ما المية تغلي احسب له 5 دقايق بالظبط واشيله، وبعد كده هنشوف ان شاء الله هنعمل فيه ايه باذن الله. الراني بتاعنا ان شاء الله يبقى جميل وطعمه تحفة، والخوخ بيعمل ريحة جميلة قوي قوي، وفي الشقة وانت بتسلقيه كده بيعطر. وممكن نستغل كمان حاجة اقولها لكم برضو بالمرة، ممكن القشر بتاعه اللي انا هقشره اخده اضربه في الخلاط بشوية مية لو فاض مية عندي من دي، واعمله كمعطر للشقة، هيبقى حلو قوي ان شاء الله. وممكن تزودي عليه أصانص الخوخ ويبقى معطر تخشي في الشقة. انا هسيبه واول ما المية تغلي وبعد ما حطيته 5 دقايق بالظبط وهدفع عليه، وهنشوفه مع بعض باذن الله. كده خلاص بعد ما غلي كده كان 7 دقايق، هطفي بوتجازي عليه بسم الله، وهطلعه وهحطه في ميه بسم الله الرحمن الرحيم، ميه ساقعه عشان اقدر اقشره بسم الله. طبعا الميه بتاعته مش هرميها، الميه بتاعته هزوده بيها لما اجي اضربه في الخلاط بسم الله اهو، وهحطه في ميه ساقعه عشان اعرف نقشره، وهنشوفه مع بعض ان شاء الله باذن الله. كده خلاص حطيت عليه ميه ساقعه وبردته شويه، نقشره مع بعض نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القشره بتطلع ازاي بكل سهوله اهي، شايفين عامله ازاي، اللهم بارك بسم الله بسم الله، شالت بكل سهولة ما بتاخدش وقت.
اهي شايفين، نعمل واحدة كمان. بسم الله، واحدة كمان اهي بكل سهولة. اهي شايفين كمان واحدة، بسم الله. نعمل واحدة كمان اهي، شايفين في منتهى السهولة بتتقشر في منتهى السهولة. انا هقشر الكمية بتاعتي، شايفين بسم الله اللهم بارك. اهي اهي انا هقشر الكمية بتاعتي كلها وهرجع لكم تاني. طبعا القشر ده ما نرموهوش، ممكن زي ما انا قلت لكم نضربه في الخلاط بالميه اللي هي متبقيه من بتاعه السليق، ونعمله معطر في البخاخه. وحاجه تانية كمان نسيت اقول لكم عليها، انا ممكن اخد القشر ده واضربه كويس جدا في الخلاط برده، كويس قوي قوي، بشويه ميه من ميه السليق، واحط عليه سكر واعمله مربى. يعني الخوخ مش هرمي منه اي حاجه، القشر حتى هعمله مربى ان شاء الله، وهوريها لكم باذن الله. انا كده بقى ان شاء الله هخلص الكميه بتاعتي تقشير، ونشوف هنعمل ايه الراني بتاعنا ازاي باذن الله. وده بعد ما قشرنا الخوخ وبعد ما قطعناه هنضربه. عندك عندك هاند بلندر ماشي، عندك خلاط ماشي، مش مشكله. واحنا لما نيجي نخف الخوخ هناخد من ميه السليق بتاعته اهي، هنزود بيها عشان نخففه للدرجه اللي احنا عايزينها اهو. مش هنزوده ميه، الميه السليق بتاعه هنزوده بيها الكميه اللي انت عايزاها. انا بحط على كل كيلو خوخ كوبايه سكر. التحليه دي زي ما انت عايزاها، شوف انت بتحب التحليه عامله ازاي وحليه. انا بحط على كل كيلو خوخ كوبايه سكر، والاحسن والاحسن من السكر واضراره ان احنا نحلي بعسل ابيض. ده اللي بيحب طعم العسل الابيض، اللي ما بيحبش طعم العسل الابيض مضطر ان هو يحط السكر. انا هضربه كويس بالمضرب وهشوف بعد كده هنعمل فيه ايه ان شاء الله. انا كده خلاص ضربته وحطيت السكر وزودت الكميه اللي انا عايزاها من الميه، هحطه على النار. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هحطه على النار وهنعمل ايه بعد كده. انا عندي كام واحده حشتهم من الخوخ، هنقطع مع بعض. دول مش مسلوقين، دول قشرتهم بس وهم ناشفين اهو، هقطعهم كده. هتبقى زي الحبيبات اللي بتبقى في قلب الراني، وطبعا عشان ما يبقاش ما بيقرقشوا قوي هحطهم كده. انا مخلصه الكميه بتاعتي اهو، وهحطهم بسم الله الرحمن الرحيم على العصير الخوخ اللي انا ضربته. هتقولي لي حطيتيه على العصير اللي انت ضربتيه، طب ما هيستوي. لا، علشان ما يبقاش ناشف قوي واحنا بنشرب العصير، لان كده خلاص العصير انا ضربته في الخلاط وسكرته وكله اهو، يا دوبك بس هيغلي غلوه واطفي عليه اهو. شايفين كده اهو، حطيت الحبيبات اللي بتبقى في الراني اهي، اول ما يغلي هطفي عليه النار وهنشوف هنعمل فيه ايه بعد كده ان شاء الله. قبل ما نكمل الفيديو لازم تكونوا مشتركين معانا في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتكونوا مستمرين معانا كده في كومنتاتكم الجميلة. يلا بينا عشان نكمل الفيديو. وعشان ما طولش عليكم في الفيديو، انا لما جمعت القشر وضربته في الخلاط بشوية مية من بتاعة السليق، ورحت حط عليه القشر ده بتاع حوالي 2 كيلو قشر خوخ، حطيت عليه كوباية سكر وعصرة ليمونة وشعرة قرفة، وحطيت ده كله ورحت حطها على النار، على نار هادية جدا لغاية لما عقدت كده. بس الليمون حطيته في الاخر عشان من كتر الغليان ما يمررش هو والقرفة،
لكن انا وفضلت احطها على نار واقلب عشان ما تلزقش في الحله. شايفين عامله ازاي؟ ما شاء الله جميله جدا جميله. شايفين حتى سمكها عامل ازاي؟ ما تحسيش ان دي قشر الخوخ ابدا، تحس ان هي ان احنا ضربنا الخوخ وعملناه مربى. طبعا احنا اي حاجه مش هنرميها من الخوخ، طبعا هنستغل كل حاجه فيه، مش هنرمي منه حاجه ابدا. القشر عملناه مربى وعملنا هنعمل منه راني. شايفين ما شاء الله جميله، تحفه تحفه تحفه. دلوقتي خلاص كده غلي وطفيت عليه. انا عشان العصير بتاعي ما يبص ويبقى طعمه مش حلو، شايفين الرغاوي ده بعد الغليان هشيله كده، مش عشان بوصي طعم العصير بتاعي. شايفين اهو كده خلاص، وهشيل كل الفوران ده وهسيبه لما يبرد، وبعد كده هنشوفه ان شاء الله. وادي العصير بتاعنا بعد ما برد. انا طبعا دلوقتي هروح ماسكاه وعبيه في الاكياس واشيله في الفريزر لاي طوارئ. شايفين الحبيبات اللي هي زي الراني عاملة ازاي؟ شايفين؟ شايفين العصير جميل، تحفة تحفة، وريحته جميلة. وكده خلاص خلصنا الراني بتاعنا، ويا رب تكون الطريقة كده عجبتكم وكانت سهلة عليكم ان شاء الله، وتجربوها بإذن الله. واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله، واقول لكم سلام عليكم.